بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معاكم طبعا النهارده بقى ام احمد. معاكم انتوا وحشيني من زمان طبعا. انتوا بتقولوا فين يا خاله ام احمد؟ انا النهارده عازمه ابني اللي هو العريس ومراته، وطالبين مني المحشي مشكل. ايه المحشي المشكل؟ الكوسه والبتنجان الاسمر والفلفل والبتنجان والطماطم. طبعا ده موسم البتنجان، بنقول له كل سنه وانت طيب وهو مودعنا. من اللي جاي الكرنب بتاع الشتاء، لكن ده ماشي. كل سنه وانتوا طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي السمنه طبعا اهي زي ما انتم شايفين، سمنه بلدي انا مسيحاها، ومن الحر هي كده كده سايحه، علشان المرطه بتاعتها هي ما تتحطش قوي، علشان المرطه بتاعتها ما تسمرش البصله ولا الخلطه. احط شويه زيت زي ما انتم شايفين. ايه كونات المحشي؟ طلعت اللي انا حطيت السمنه اهي، وادي البصل عندي متخرط اهو زي ما انتم شايفين، وهو الشبت والرز والتحاويج بتاعته اللي هو 7 بهارات والطماطم والثوم والشطه. مش عاوزه تحطي ثوم مش مشكله، بس هو الثوم بيدي ريحه جميله صراحه للمحشي. تعالى اهو بص شايفين، هنزل بالبصله اهو. يا جمال السمنه البلدي في وسط الهواء والريح وجمالها. بص اهو، بصل احمر، بصل ابيض اللي عندك، يا دوبك هتصفري البصله، ما تحمريش البصله قوي. البصله احمرت، هنزل بالطماطم. ما هعمل حساب الشوربه بتاعتي، مش هحط اي بهارات ولا اي تحاويج الا لما ايه التغليه هتستبك واحط الرز، عشان الحاجه بتاعتها ما تروحش ولا الريحه بتاعتها. ده محشي مش طبيخ انا احط على طول تحاويجها وكده، لا ما تستوي وما تستبك. يلا تعالى نقور الكوسه والبتنجان والفلفل والطماطم. طبعا انا هعمل محشي طماطم، هتشوفوا ايه رايكم في المحشي الطماطم بتاع ام احمد. بسم الله الهادي. قلنا ما تقوروش الايه الكوسه قوي ولا البتنجان قوي برده، عشان تبقى يبقى فيه لحم كده وحلو. كل حاجه لما تسيبيها مليانه شويه في كل حاجه تبقى حلوه، عيش، قرصه، محشي، اي حاجه. شايفين اهو. طبعا انتوا في حد بيملح الكوسه، انا بملحها بالفلفل الاسمر. شايفين كده قدها كده بتاعها، تدي منظر يعني. مش عاوزه تقشرها مش مشكله، بس انا بحب يعني قد المنظر ده كله. الكوسيه كده قلنا يا ولاد الكوسيه ايه تخليها مليانه شويه، ومش اول ما تدخل الموارد، لا خدي من بوز الكوسيه الاول كده عشان ما ولا تقي منك ولا حاجه. كل ما تخف ايدك عن الكوز، محشي كوسه فلفل بتنجان، هتلاقي كل حاجه بسيطه قوي ولا تبوز منك ولا حاجه. زي ما قلت لكم الكوسه يا اولاد انا بحب ايه اللي انا اعملها كده تدي منظرها. برضو قلنا البتنجان نخليه ايه مليان، يعني مش تخليه رايق قوي ولا رايق قوي ولا ايه ولا رفيع قوي، تحس لما تيجي تحشيه ويستوي ما يعملش منك زي الورق كده وباين لك زي الرز زي المنبر، لا اهو. شايفين جماله؟ صوابق الست. المحشي الرفيعه دي ولو مليانه برضو بتبقى حلو، بس ايه طبعا كل واحد واكله يعني عشان الجدعان وكده. لكن الكبير الناس الكبيره بتاكل ايه الموجود قدامها، بس الكبار بقى الصغيرين بقى بيبذلوا ليه الحاجه كبيره الحاجه صغيره. احنا نعمل لهم اللي هم عاوزينه، احنا عايشين اللي علشانهم هم، ربنا يحميهم هم واللي زيهم، شبابنا وشباب الناس كلها يا رب. شفت انا الفلفل مش بعمله ولا بسكينه ولا غيره، بصوا اهو شايفين اهي، وما برميش دي، بحطها للرز تاني عشان ما ينطرش الرز، بعملها تاني كده في سويه المحشي يبقى شكلها جميل. حتى انا بحطها قاعده كده عادي. قطعت الطماطميه اهي شايفين انا بعمل ايه اهي، قطعت الطماطميه بالذات تخدي من الجنب كده وتخدي على ايدك ايه على تحت كده. ليه؟ عشان انت هتردها لما تحشيها هتعملها كده. انا ممكن اخدي استخدم ايه الطماطم بتاعتها اللي بتطلع منها دي، ممكن استخدمها لو انا عاوزه عندي حبه مكرونه عاوزه حمي احطهم ليها احطهم ليها، ممكن اقومه كله لو انا عامله كيلو طماطم، ممكن الم كله ده في كيس واحطه في الفريزر، لو عاوز اعمل اي تخديعه هطلعه زي الطماطم اللي احنا بنخزنها بالظبط اهي. بس برده قلت ما تطورهاش قوي اهي. ادي البتنجان اهي، كرنب طماطميه شايفين جمالها. اما احط الرز اهي كده اهي كده عندي الصلصه بتاعتها استبكت بتاع المحشي، هنزل بالرز ده عليه كده. انا هطفي خالص اهو زي ما انتم شايفين، وهنزل تحت ان مش هحط اي حاجه على النار. يلا بفقس توم، مش عايزه توم ما تحطيش مش مشكله، مع قرن شطه اخضر كده، مش عايزه شطه خالص ما تحطيش، بس المحشي ما كانش يبقى ليه
شطه ما يبقاش ريحه الطعم. اول حاجه بحطها ايه زي ما انتم شايفين كده اهو، ده التوم. اقلب كله على البارد تشموا ريحه المحشي على البارد. ما بكترش توم عشان الناس كلها اصلا يعني، في ناس بتحب التوم في ناس ما بتحبش التوم. لازم اقلبه برده هو الاول زي ما انتم شايفينه كده، وانزل عليه بالتحابيب بتاعتي اللي هو الفلفل الاسمر طبعا دي. واهم حاجه المحشي الكمون يا ولاد صراحه اهو، الملح، هعمل حساب الشوربه طبعا وحاطه في الصلصه. طبعا السبع بهارات بتوعي ده لابد دولت عن المحشي هو ايه. ويا سلام بقى لو شط شطه بودره، بس ما فيش حد بيقولوا لا ما تحطيش ما تحرقهوش قوي، بس هي الشطه الحمراء البودره هي ام المحشي مهما تحط الشطه الخضراء. طبعا زي ما انتم شايفين انا قلبت الرز لما هدي خالص اهو عشان الشبت ما يسمرش ولا يبقى فيه حاجه، يديكي منظر جميل. كزبره وشبت وبقدونس اللي انت عاوزاه، عاوزه شبت ماشي، اهم حاجه الخضره للمحشي. شفت الله اكبر الخلطه جميله ازاي، خلطه ام احمد بقى. هاتوا بقى حته السمنه بقى نحطها في قلب السمنه بقى البلدي اهي، علشان محشي البتنجان طبعا ما بيحبش ايه ان هنحط سمنه على الوش وهو بيشرب، لا بحطها في قلبه بقى. يلا انا اول حاجه، اول حاجه بملح الكوسه واركنها على جنب. لازم املح الكوسه بالفلفل الاسمر هي والطماطم، لو مش عايزه فلفل اسمر مش مشكله، بس لما تملحها هتستطعميها. ادي الطماطميه ملحتها برده حاجات بسيطه، وادي الكوسه ملحتها كده، بركن كل بقى اللي انا ملحته ده وبخليه في الوش زي ما انتم شايفين كده. انا بملح الكوسه والطماطم بالفلفل الاسمر بس، ما حابه تملحي براحتك، مش حابه حاجه دي حريه. ادي الطماطميه برده زي ما انا اوريكم اهي، اهي يا دوبك كده هتلحسي بس كده اه. طبعا يا حبيبتي يا حبيبي انت وهو وحبيبتي والست وكده والانسه والمدام، المحشي البتنجان ما تملهوش قوي انصاص عشان ما ينطرش منك. عاوزه توقفيه براحتك، عاوزه مثلا اللي انت مغزى تلبسيه في بعضه براحتك، دي حاجه حريه. بس انا بنصح اي حد ولا فلفل ولا كوسه ولا بتنجان تحشيه قوي. انا حتى طبعا فعل الحل عشان ما يتلسش مني، حتى لو شربته كتير ما يبكش. اولا انا حاطه بصله متقطعه حلقات وطماطم وقرن شطه مقطوعه حتتين، وحرش عليهم كده شويه فلفل اسمر شويه بهارات بس، وبرص بقى الايه الحله بتاعتي. دلوقتي انا كده خلصت المحشي بتاعي، وقلت لكم محمد ما تحبش ده والمواعين كتير، الحله اللي خدحت فيها لفيت فيها المحشي طبعا. وكانت عندي لحمه بقى في شوربه، طبعا اللحمه انا وديتها هناك ونشلت عشان الشوربه تبرد، بتاعت اللحمه عشان ما تتهريش فيها، قلت الشوربه تبرد عشان محشي البتنجان ما بيحبش الا الشوربه بارده، لكن محشي الكرنب ورق عنب اديله زي ما هم عاوزين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا شايفين انا عامله الشوربه جميله ازاي. لو انت عندك مستعجله، وانا بقول لك لازم يكون شوربه البتنجان بارده، لو انت مستعجله وعاوزه تزيد والشوربه سخنه اسقم الجنب ما تحطيش في الوسط ابدا. وهز كده الحله، طبعا دي ورق عنب اهو، مش ورق عنب ده الطماطم والكوسه والفلفل، وقلت لكم المحشي المشكل. وما تغطيش، خليه ناقص برده ان الرز ايه ما بقاش يشرب زي الاول، خلي المحشي ناقص. اول ما يغلي المحشي البتنجان يعرف هو عاوز شوربه ولا لا. ابني طلب مني المحشي وادينا عملته له اهوت، جربوه ان شاء الله وهيعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.